شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت عدة بلدات في الجنوب مخلفة عشرات القتلى والجرحى بالساعات الأخيرة الماضية. وفي شرق لبنان تشهد مدينة بعلبك حاليا حركة نزوح كثيفة عقب انذار الاحتلال بالإخلاء. لم يكد ينتهي العدو الإسرائيلي من ارتكاب مجازره في البقاع حتى انتقل إلى حارة صيدا والسرفنت. كان ليل الثلاثاء ليلا داميا جديدا في قضاء صيدا. استهدف خلاله الاحتلال مبانا سكنية بغارات عنيفة أدت إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى نظرا لازدحام المنطقة بالنازحين الذين أتوا من الجنوب. من جهة أخرى دخل عدد كبير من الدبابات الإسرائيلية إلى أطراف بلدة الخيام في جنوب لبنان كأعمق نقطة يصلها جيش الاحتلال منذ بدء عمليات توغله في جنوب البلاد. من الناحية العسكرية فالخيام هي مدينة قائمة على مرتفع تستطيع السيطرة على ما حولها وظهيرها محمي من قبل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وباحتلال الخيام يستطيع إذا تمركز فيها العدو الإسرائيلي أن يؤمن ظهيره ويؤمن عملية تمركز دفاعي ضد أي هجمات ممكن أن تحدث عليه. ولكن حتى الآن لم يستطع الجيش الإسرائيلي إثبات وجوده أن بإمكانه الثبات في الأرض التي يتقدم فيها في الجنوب. أما سياسياً فقد ذكر موقع أكسيوس أن الموفدين الأمريكيين أموس هوكشتاين وبريت ماكارت سيصلان إلى فلسطين المحتلة غداً الخميس لمحاولة لإبرام اتفاق من شأنه إنهاء الحرب في لبنان. اليوم الكرة في ملعب إسرائيل، ولذلك هوكستين يقوم بزيارة إسرائيل. هل إسرائيل سوف تتلقف هذه الفرصة؟ ما هي الضمانات التي سوف تطلبها بالنسبة لتنفيذ القرار 1701؟ هم يتكلمون عن ضرورة حصار بري بحري جوي على السلاح القادم لحزب الله، يطالبون أيضا بتنسيق مع الطرف الروسي، وهذا جديد، كيف سوف يتلقف الطرف الأمريكي هذا المطلب. في حين أعلنت قوات اليونيفيل التي أصرت على البقاء في مواقعها في بيان لها اليوم أن صاروخاً أطلقه على الأرجح حزب الله أو مجموعة تابعة له أصاب مقرها العام في الناقورة. على وقع محاولات جديدة لإبرام صفقة يلملم لبنان ويحصي ضحاياه من المجازر المتلاحقة في المنطقة تلو الأخرى، على أمل أن ينتهي هذا الصراع الذي أنهك البلاد على كافة المستويات. مي فرحات، قناة الأخبار، بيروت. وللمزيد حول مستجدات الأوضاع في لبنان تنضم إلينا من بيروت مراسلة قناة الأخبار مي فرحات. مي، أهلا بك معنا. إذن ضعينا بالصورة، ما هي آخر المستجدات الميدانية في لبنان؟ سأبدأ من التحذير الذي تلقته مدينة بعلبك ودورس وعين بورداي. هذه التحذيرات من قبل جيش العدو أثارت هلع وبلبلة في المدينة، حيث بحسب الصورة التي نشرها المتحدث باسم جيش الاحتلال هناك مساحة واسعة أشير إليها باللون الأحمر سيتم قصفها من قبل العدو، وهذا ما أثار أيضا موجة نزوح جديدة من هذه المناطق باتجاه أين لا ندري بعد، ولكن هناك حالة هلع وهناك حالة خوف. هذا فيما يخص الإنذارات المستجدة على المناطق اللبنانية من قبل جيش العدو. أما في الجنوب لا تزال أيضا الاشتباكات ضارية في منطقة الخيام، حيث يحاول العدو الإسرائيلي الدخول إلى هذه المنطقة نظرا طبعا لأهميتها الاستراتيجي ولموقعها المهم المطل على كافة المستعمرات في فلسطين المحتلة، وطبعا على أيضا المناطق الجنوبية، المناطق الحدودية الجنوبية، لأنها تقع على تلة تبعد عن سطح الأرض أكثر من 500 متر. أيضا هناك قصف مدفعي لا يهدأ على طول الخط
للقرى الحدودية في جنوب لبنان. أيضا شهدنا على استهدافات متتالية لثلاث سيارات في ثلاث مناطق مختلفة. نعم. تم استهدافها بمسيرات من قبل العدو الإسرائيلي، إلا أن العين في هذه الأثناء تبقى على الاستهداف. أمر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة في بعلبك كما ذكرتيها، ماذا عن مأساة النازحين؟ إذن ستزداد بعد هذه الأوامر بالإخلاء، ويكتظ أيضا النازحين في من مكان إلى مكان آخر. صحيح، بحسب محافظ بعلبك الهرمل، هذه المدينة التي تلقت الإنذارات، المحافظ بشير خضر أشار إلى أن هذه المناطق هي أصلاً المناطق الأكثر اكتظاظاً وأكثر كثافة للسكان، هي التي تلقت هذه الأوامر اليوم، وبالتالي أيضاً المدينة كانت قد استقبلت آلاف النازحين الذين كانوا أصلاً قد نزحوا من مناطق الجنوب. ولا شك بأن هذه المعارك التي نشهدها على بعلبك الهرمل هي المعارك الأكثر عنفا في تاريخ هذه المدينة، وكان قد أشار أيضا رئيس بلدية بعلبك إلى أن هناك خوف على قلعة بعلبك لما تحمل من آثار مهمة، وكانت أيضا وكالة رويترز قد أشارت إلى أن المناطق التي تم تحديدها باللون الأحمر وقال العدو بأنه سيستهدفها أيضا داخلها آثار رومانية أو تحتوي على آثار رومانية، هذا من جهة. من جهة النزوح، بما أن هذه المناطق هي الأكثر كثافة، لقد جال الدفاع المدني بمقبرات الصوت في هذه المناطق ليطلب من السكان الإخلاء الفوري، نظرا طبعا لوجود عدد من كبار السن الذين لا يتوفر بين أيديهم أي من مواقع التواصل الاجتماعي لتصل لهم هذه الإنذارات. وهناك بالفعل بحسب أيضا المحافظ مشكلة كبيرة يواجهونها في هذه الأثناء من خلال حركة النزوح الكثيفة، أولا لعدم توفر أي مواد لوجستية بين يديهم لمساعدة هؤلاء النازحين، ولأن الصور التي تم تداولها تظهر ناسا قد نزحوا بالفعل على الأقدام يحاولون الخروج من المناطق التي لم تعد آمنة سيرا على الأقدام، لأنهم ليس أيضا بين أيديهم أي وسيلة أخرى للهروب، وليس بين لدي الدولة اللبنانية أيضا طرق لمساعدتهم. وهذه المنطقة تحتوي على نازحين، اليوم تم الطلب منهم التوجه إلى محافظة الشمال بانتظار أن تقوم الدولة اللبنانية بتأمين أي مراكز إيواء لهم. إذن مشكلة فوق المشكلة تعاني منها اليوم محافظة بعلبك الهرمل، بانتظار أيضا ما ستقول إليه الاستهدافات الجديدة لهذه المناطق التي أيضا أشار محافظ بعلبك الهرمل أنها تعرضت بيوتها، مئات من البيوت للدمار، بالإضافة إلى مئات من القتلى والجرحى بسبب الاستهدافات التي شاهدناها في الأيام الماضية. ماذا عن مسار الدبلوماسية في ظل كشف مصادر إعلامية عن تفاصيل عن خطة لوقف الحرب في لبنان؟ حتى الساعة هذا المسار الدبلوماسي يصطدم بتصعيد إسرائيلي غير مسبوق وتوسيع من قبل العدو الإسرائيلي لاستهدافات المناطق الأكثر دلالة على ذلك، ولكن كان هناك حديث ويبقى هذا الحديث طبعا هو حديث من قبل الصحف ومقالات نشرت في الصحف ومعلومات من مصادر لهذه الصحف، تحدثت عن أن زيارة المفد الأمريكي الخاص لمنطقة الشرق الأوسط أموس هوكشتاين لن يأتي إلى تل أبيب إلا إذا كان بحوزته مقترحات إيجابية أو أي بوادر إيجابية
تكون بحوزته لكي يكمل مسار هذه الهدنة التي تحدثت عنها الصحف، هدنة لستين يوما. في المقابل مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب نبيه بري أشارت إلى أن لبنان لم يطلب منه حتى الساعة أي مواعيد من قبل رؤسائه، لا رئيس الحكومة ولا رئيس مجلس النواب. حتى الساعة لا معلومات بأن هوكشتاين سيقوم بعد وصوله غدا إلى تل أبيب بزيارة لبيروت، لكن إذا ما حملت زيارته لتل أبيب أي إيجابية سيقوم بزيارة بيروت بحسب المعلومات. ويبقى الموقف الرسمي اللبناني من هذه المساعي الدبلوماسية هو تمسكه بالقرار 1701 من دون أي زيادة وأي نقصان. تبقى الطابة في ملعب الجانب الإسرائيلي بحسب المحللين السياسيين لتحمل أي إيجابية أو أي لحلحة إذا ما أمكن القول في هذه المساعي لكي ينقلها هوكشتاين إلى لبنان، ولكن ميدانيا يبقى التصعيد هو سيد الموقف وهو الذي يسابق للأسف في الوقت الحالي المسار الدبلوماسي، على أمل أن نكون مخطئين وأن تحدث هذه الزيارة أي خروقات في المساعي للتهدئة. كانت معنا من بيروت مراسلة قناة الأخبار مي فرحات، شكرا جزيلا لك.